السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من تفسير الأحلام. تفسيرنا النهاردة عن رؤية طبيب الأسنان في المنام. فرؤية طبيب الأسنان في المنام دليل على الثقة العالية بالنفس وقوة الشخصية والحكمة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. وعن زيارة طبيب الأسنان في المنام تشير إلى تحقيق الأمنيات والطموحات والتوفيق من الله فيما يسعى إليه الرائي. رؤية الشخص أنه طبيب أسنان في الحلم دليل على أن الرائي يتمتع بالاتزان النفسي والهدوء وقوة الإرادة. رؤية طبيب الأسنان يخلع الضرس في الحلم دليل على وجود الكثير من المشاكل والخلافات في محيط الأسرة، وقد يكون خسارة مادية. طبيب الأسنان يخلع جميع الأسنان في المنام دليل على الفشل في تحقيق شيئا ما والشعور باليأس والإحباط وقلة الحيلة. معنى طبيب الأسنان في المنام للعزباء. رؤية طبيب الأسنان للعزباء دليل على أنها فتاة مستقلة تسعى لتحقيق ذاتها دون أن تفكر في الزواج حاليا. وعند مشاهدة طبيب الأسنان والخوف منه للعزباء المخطوبة، فهو يدل على المشاكل والخلافات التي ربما تؤجل زفافها. رؤية شخص يعمل طبيب أسنان للعزباء دليل على أن خطوبتها وزواجها القريب من شخص سوف يتصف بالحكمة والعقل والذكاء. كما أن طبيب الأسنان يخلع الناب دليل على تسرعها في اتخاذ القرارات المصيرية في حياتها. وأما رؤية أن طبيب الأسنان ينظف الضروس في الحلم للعزباء يشير إلى تغير الأمور وتبدلها بالكامل، قد تكون للأفضل أو للأسوأ. تفسير رؤية طبيب الأسنان للمتزوجة في المنام. رؤية طبيب الأسنان يخلع الضرس والشعور بالألم في المنام للمتزوجة دليل على أنها تشعر بالقلق والتوتر حيال استمرار زواجها. وعن دخول عيادة طبيب الأسنان والشعور بالقلق والتوتر دليل على أنها تخاف على أولادها ومستقبلهم. وإذا رأت المتزوجة أن زوجها يعمل طبيب أسنان دليل على أن زوجها يسعى ويجتهد في عمله كثيرا حتى يحقق لها ما تتمناه. ورؤية الحامل في المنام لطبيب الأسنان بشكل عام دليل على أنها قد تلد ولادة طبيعية سهلة وميسرة وتطمئن على سلامة مولودها. طبيب الأسنان يخلع الضرس برفق في حلم الحامل دليل على أن زوجها يكن لها الحب والإخلاص والتقدير. أما رؤية طبيب الأسنان في منام الرجل فهو مبشر، لأنه دليل على ترقية في العمل وتوليه أعلى المناصب وتحقيق طموحاته وما يتمناه. الخوف من طبيب الأسنان في الحلم للرجل هو دليل على تغير أحواله للأسوأ، أما إذا كان مرتاح فسيكون التغير للأفضل. رؤية طبيب الأسنان ينظف الأسنان للرجل دليل على الرزق الواسع والخير الكثير والبركة في المال. ورؤية الهروب من طبيب الأسنان في منام الرجل الأعزب دليل على تهوره وتسرعه في الحكم على الكثير من الأشياء في حياته. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.